صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جاء في الحديث القدسي ابن آدم مرضت فلم تعدني إلى قوله أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، هل القول في شرح هذا الحديث وجدت ثوابي وكرامتي يكون من باب التأويل؟ لا، ما هم من باب التأويل، ما هم من باب التأويل، هذا هو شرح الحديث. الحديث جاء شرحه فيه لو وجدتني عنده، يعني وجدت أنني أطلع على هذا العمل وأثيب عليه. نعم. صلى الله عليكم سماحة. الله جل وعلا عند كل شيء، بمعنى أنه قريب سبحانه وتعالى، هذه عندية قرب، ما هي عندية مكان، عندية قرب، فهو فوق عرشه وهو عند المريض وعندنا وهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته، نعم، وقربه منا. نعم.